اهلا وسهلا فيكم اليوم في حلقه جديده من برنامج يمزع صباحك. يمزع صباحكم جميعا اينما كنتم موجودين، وصباح الخير وصباح الورد عليكم جميعا. هلا راح نبدا الحلقه بدون اطاله في سؤال من صديق البرنامج. اجا بالسؤال انه كيف انا اتسلسل بالافكار. طيب، يعني انت بدك تحكي مع حالك، تكمله الحلقه القديمه والحلقه الماضيه، انه انا بدي احكي مع حالي وبدي اسولف مع حالي، كيف ابدا احكي مع حالي؟ هلا اول شيء في عندك اكثر من طريقه. الطريقه الاولى انك تحكي مع حالك عن طريق الواتساب مع اصحابك، وهيك انا بلشت برنامجي لمده اكثر من سنتين كان على الواتساب مع الشباب، وكنت بس افتحها للفويس نوت وابعث لهم فويس واحكي اللي بدي اياه. هلا اذا ما حابب انت تبعث لاصحابك، ممكن تعمل فويس ريكوردر وتحط عليه صوتك. واول اشي راح اقول لك اياه انه ما راح يعجبك صوتك، قد ما كان صوتك حلو اول مره بتسمع فيها صوتك راح تقول ايه، مش راح يعجبك صوتك ومش راح تحب صوتك، وهذا اشي كتير طبيعي، توقع وتعود عليه وحب صوتك بعدين براحتك. هلا اللي بدنا نوصله انه كيف اتسلسل بالافكار. طيب نبدا بالافكار. مثلا احنا بدنا نحكي هلا عن الافكار، مع اني بديت في كلمة الأفكار فبنحكي عن الأفكار. هل تعلم انه الأفكار تتسلسل عندك بما يقارب يعني 95 ولا 55 ولا مش عارف اكم من 25 ألف فكرة بالنهار، هدول كلهم جايين بس انت بدك ترتبهم. يعني تخيل حالك عمالك بتفتح بالويندوز، فتحت على الويندوز، او اذا انت من الناس اللي بيستعملوا ماك عشان ما تزعل فتحت على الماك بوك تبعك، وفتحت اول اشي على ستارت، من ستارت رحت على فايل، ومن فايل رحت على بروجرامز، ومن بروجرامز رحت على برنامج، ومن البرنامج هاد دخلت على فايل تاني، وعمالك بتفتح من صفحة لصفحة ومن ويندو لويندو ومن ويندو لويندو وشغال زي هيك. والافكار عندك مثلا زي اليوتيوب، تفتح على اول اشي على فيديو بيطلع لك فيديو، بتفتح على هذا الفيديو بيطلع لك بعدين كمان سجيشنز، بتدخل عليهم على فيديو تاني. تعرفش كيف انت كنت مبلش بفيديو مثلا كيف احفز نفسي، بتلاقي حالك قاعد بتحضر كرتون باخر النهار، كيف ما بتعرف. وهاي هي نفس فكرة انك تحكي مع حالك، انت بتفتح في موضوع تنتهي في موضوع تاني، ومن فكرة بتسحب على التانية. مثلا على موضوع كيف احفز نفسي، شوف لاحظ مركز معاي كيف عمالي بدخل من فكرة لفكرة. هاي انا هلأ مثلا دخلت على الفكرة الجديدة اللي هي كيف أحفز نفسي، بما أني ذكرتها فدخلت عليها، خلصنا آخر فكرة بدينا فيها اللي هو موضوع الأفكار، دخلنا على الموضوع الثاني اللي هو كيف أحفز نفسي. طيب كيف تحفز حالك؟ مثلا أنت بدك تحفز حالك هلأ بدك تتمرن، عمالك بتحضر بالفيديو، هيني حاطط لك أنا على التحفيز مثلا جزء من يوم البوش شوية رفع حديد، ففتحت أنت شفت آه والله حلو عماله هي الوحش بيرفع اوزان البيج جي، خليني اروح انا كمان اتحمس عشان احفز حالي واتمرن. لقيت حالك من هذا الفيديو تحمست شوي، صرت بدك تروح على التمرين. هيك احنا دخلنا على فكرة جديدة اللي هي التمرين. مثلا انا بدي اتمرن، طب انا مش عارف شو اتمرن. هل تعلم اذا انت بتروح على الجيم لفترة معينة وما عندك برنامج تمشي عليه وما عندك اشي تتمرن عليه وانت مش عارف شو اللي بتعمله وين الله حاطك، هل تعلم انك بعد فترة راح تزهق وراح تمل ومش عارف شو تعمل؟ فبتصير بدل ما انت رايح على الجيم عارف شو اللي بدك تعمله، بتلاقي حالك انه خلص بلاها اليوم لانك مش عارف شو بدك تعمل. بس لو عندك برنامج محدد انت عارف اليوم انه انا راح اعمل تشيست مثلا دروب سيت، هذا البرنامج اللي انا ماشي عليه، وراح اعمل كمية التكرارات هاي والجولات هاي والعدد هذا، وأحول من هذا التمرين على التمرين اللي بعده، التمرين راح ياخدني ما يقارب 45 دقيقة رفع الأوزان و15 دقيقة كارديو، وبعديها راح أخلص، بكرة راح يكون عندي باك مع ترايسبس، بعده راح يكون عندي شولدر. أنت هيك صار عندك خطة. الخطة هاي إشي كتير كتير مهم، لأنه التخطيط هو السبب الأساسي في النجاح. إذا أنت حابب تنجح بدك تخطط، وإذا أنت بدك تعمل جسم معناها أنت بدك تنجح في هذا الإشي اللي حطيته، اللي هو أني أنا أعمل جسم يصير عندي جسم خرافي وأنحف وأبطل بطبوط وأبطل كربوج وأبطل دب
واصير بني آدم فأنا لازم أحط خطة. إذا أنت ما بتعرف تحط خطة لأنك جديد ولأنه هذا مش مجالك، بإمكانك تروح عندي على البرامج وتنزل أي برنامج بدك إياه. وفي برامج ولسه راح أنزلكم برامج خير الله، البرامج ما بتخلص. وإحنا السبب الأساسي اللي منغير فيه البرنامج هو إن الواحد بزهق وبمل، وخصوصا إذا أنت من النوع الملول ومن النوع اللي بتحب تغير. والتغيير على فكرة إشي كتير كتير كويس، هلأ راح أجيله. بس إذا أنت من النوع الملول ومن النوع اللي بتحب تغير، مش شرط تضلك على خطة معينة. في ناس كتير بتحب هتضلها ماشي على نفس البرنامج نفس الروتين. يعني الناس اللي عندها OCD كمان بلبس أواعي معينة ليوم التشست، وبلبس أواعي معينة ليوم الظهر، وبلبس أواعي معينة ليوم الليكس. هذا بني آدم روتيني، بحب الروتين، بحب الروتين وبحب إنه يضلوا على نفس الموضوع، يعيد ويكرر ويعيد ويكرر. هل هذا غلط؟ لا مش غلط، ولكن التغيير حلو، لأنه أنت لما تغير البرنامج راح تلاقي حالك أول إشي حطيت لود وحطيت جهد غير على العضلة، ولقيت حالك بني آدم بيتمرن بطريقة غير، فصار جسمك يتفاعل مع التمرين بطريقة جديدة، فأنت عملت له شوك جديد. وبنفس الوقت ما بتزهق، لأنه الزهق هو آفة وهو من الأشياء اللي بتخليك توقف الجيم زي ما حكينا بالأول. فالتغيير برضو التغيير هو من عوامل النجاح. فإذا أنت حابب عن جد أنك تنجح في حياتك لازم تغير. يعني الأجانب بيغيروا مثلا العفش تبع البيت كل فترة وفترة، إحنا عنا بضل العفش من أول ما الواحد ينولد ليصير عمره 27 سنة وهو العفش زي ما هو. الكنباية ما بتتغير من محلها، وهذا شيء غلط. لازم تغير، لازم تنوع. حلو، يعني مش بقول لك سافر انت لسه شجرة، ما هو ليش تسافر؟ شايف انت ملاحظ علي كيف ادخل من موضوع لموضوع؟ ركز معاي اصدقائي، اصدقاء البرنامج، ركز كيف الواحد يدخل من موضوع لموضوع. بامكانك تضلك تحكي ساعتين على نفس الريتم هاد وانت مرتاح عادي. فمثلا سافر انت لست شجرة، ليش تسافر؟ اول اشي لما تسافر يا اخي بتشوف روعة المناظر الطبيعية. هاي لحالها، انا بني ادم زمان ما كنت احب الطبيعة، يعني مش اني ما بحب الطبيعة، اقولكم اياها صراحة ما كنت بفهم لها، يعني ما كنت مقدر. هذا التقدير اشي كتير مهم، ما كنت مقدر قديش الطبيعة هاي ممكن تعطيك مثلا روقان، ممكن تعطيك تخليك تستشعر بروعة الخلق واللي خلقه ربنا. لأنه أنت لما تطلع على الطبيعة، لما تطلع على إشي هيك، تروح على مكان تشوف إشي أول مرة بحياتك بتشوفه. ما بحكي لك أنه تروح على الطبيعة يعني أنت والله عايش بمكان زي الإمارات ولا زي السعودية وتروح على الصحراء وتضلك تشوف رمل، وبعدين رحت على محل تاني، يعني والله كنت في الخبر رحت على الدمام ولا رحت على جدة ولا هذا، يعني انت عمالك بتشوف اشي نفسه. انا عمالي بحكي انك تروح على مكان مختلف تماما، تشوف الوان الخضار اللي بحياتك ما شفتها، تشوف مثلا اماكن فيها تلج. بالامارات وبالسعودية ما عندنا تلج، فلما تيجي انت تروح على مكان هيك تشوف التلج المزبوط، تروح تجرب اشي جديد. مثلا تروح تجرب تعمل سكي. هلأ طبعا الناس الملولين واللي بحبوا الروتين واللي بخافوا كتير، الجبناء هدول مش مستعد يروح يجرب سكي. يقول لك لا انا عشان اوقع واتكرفت واتكعبل وانزل على وجهي، لا يا عمي ما بدي، خليني باللي بعرفه، بطلع بطعس وبروح. هاي الطعوس احنا هذا اللي بنعرفه. بس اذا انت رحت والله جربت تعمل سكي، هل تعلم انك لما تحاول تتعلم مهارة جديدة، هل تعلم انه بهاي المهارة انت بتصير تشغل عندك شبكات عصبية جديدة في مخك، تبني اشي جديد في مخك، بتفتح عليك الدنيا، بتصير انت بني ادم فعليا اذكى. وهذا مثبت علميا انك انت لما تحاول تتعلم مهارة جديدة بصير عندك هذا الاشي. فانت روح تعلم مهارة جديدة، تعلم السكي، ويا سيدي تكعبلت مرة ولا مرتين ولا ثلاثة، شو صار؟ مش اخر الدنيا.
بس تعلم دائما عن طريق مدرب، تعلم دائما عن طريق حد بفهم، وأعطي الخبز لخبازه. لما تيجي أنا هاي مثلا هذا النقاش بتناقش فيه أنا وأصحابي، فرحت أنا بدي أسبح، بدي أتعلم مهارة السباحة، وأنا بعرف أسبح بس يعني ببلبط، بنزل في البحر وبسبح عادي، بس إنه مش فنان ومش هالدرجة، مش سريع، مش شاطر. كنت أمسك هيك سبرينت، أسحب هالنفس وانزل تحت الماي لغاية ما يروح نفسي، أظلني ساحبها وبعدين أتعب، بس ما بعرف أعمل لابس، ما بعرف أظلني رايح راجع. هذا الإشي بده تعليم. فلما رحت على مدرسة عشان أتعلم من زرعة، وقالوا لي أنت لسه بيوند زرعة، أنت لسه قبل زرعة، بدك تبدأ من بدنا نعلمك كيف تحرك إيديك ورجليك. ولا مش هالدرجة يعني يا جماعة الخير، أنا بنط، ولما كنا نطلع مثلا على اليخت ولا إشي أروح أنط من اليخت في نص البحر، في نص هذا أهل عادي بتنط وبتطوف وبتطيش على المي أنت، بس أنت ما بتعرف تسبح. هذا بكسر لك الإيجو، يعني هاي الكلمة لحالها بتكسر لك الإيجو اللي عندك. أنت بتكون حاس حالك، مفكر حالك الفنان اللي بتعرف كل إشي، تعرف إنك أنت ولا إشي ومش عارف وين الله حاطك، وبتروح وبتبلش. وأول ما بلشت أعطوني البورد هذا شو اسمه الفلوتينج، ويلا حرك رجليك بهاي الطريقة، طلعت حتى تحريك الرجلين غلط، طريقة النفس غلط، طريقة تحريك الإيدين غلط. بعد 5-6 حصص صرت أعرف أسبح، يعني أتليست بيجينر صرتها، سباحتي منيحة. هلأ أصحابي بقول لك لا، طب ما دام أنت بتعرف تسبح روح تعلم لحالك في المي. طب يا عمي ليش أروح أتعلم لحالي في المي؟ طب ما أنا قاعد هيني 36 سنة بسبح، بسبح غلط. فليش مبدأ هذا إنه أنت ما بدك مثلا تستثمر بحالك؟ إحنا دائما إنه إيه، بدك تروح تدفع فلوس لحدا، بدك تروح تعطيه مصاري عشان تسبح. طب ليه أنت ما بدك تستثمر بحالك؟ هذا استثمار بحالك، هذا من أعلى أنواع الاستثمار، إنك تستثمر بنفسك، تصير بني آدم عشان تتعلم إشي جديد. فلما تيجي أنت تطلع على أي مدرب بقول لك تعال أنا بعطيك برنامج، ما تفكر إنه كل شيء لازم يكون فري. بعدين كمان شغل، أنا متعقد طبعاً من موضوع الفري، من الناس اللي بدها فري هاي، لأنه مش متعقد يعني، بس مش فاهم ليش الناس مستعدة تدفع على كل إشي تافه في الدنيا إلا لما يجي إشي يفيده مش مستعد يدفع عليه. لما تيجي تقول له هذا الزلمة بروفيشنال بهذا المجال رح يفيدك ورح يساعدك، ليش ما بدك تدفع له فلوس؟ روح ادفع له. مثلا بدك تروح تعمل سكي، بدل ما تتكعبل وتأذي حالك وتروح تدفع مصاريك على شو اسمه على المستشفيات وعلى الكسور وعلى القصص هاي، ما انت بتروح بتتعلم مع مدرب يومين 3-4-5 بتلاقي حالك صرت تعرف تعمل سكي، تستمتع، تنبسط يا اخي، اعتبره جزء من البادجت تبع الرحله تبعتك. شفت علي كيف عمالي بنطنط في المواضيع من موضوع لموضوع؟ شفت وين بدينا بموضوع الافكار وين صرنا هلا؟ هذا هو الاساس تبع انت كيف تحكي مع حالك، وكيف تعمل بودكاست لحالك، وكيف تنبسط وتتسلى وانت مع حالك، لانه عادي ما في حد بيقاطعك، ما في حد بيقول لك ليش، ما في حد بيقول لك طيب ما هو لا انت هيك ماشي ومرتاح ومتسلي. فهلا انا ما راح اطول عليكم كثير في هاي الحلقه، لان الحلقه الماضيه الفيدباك اللي جاني عليها انك طولت كثير، كانت 20 دقيقه، مع انه انا بامكاني احكي ساعتين براحتي، بس هلا كمان اخذت البري ورك اوت، لما اخذ البري ورك اوت بصير احكي اسرع، وبدي اروح اتمرن، عندي تمرين الدنيا الصبح لازم تتمرن، عشان لما تتمرن بتحرك انت كل الدوره الدمويه بجسمك، وهذا بعطيك نشاط خلال النهار مش بخليك تعبان. طبعا حتكون تعبان لانه المسلز بتكون تعبانه والعضلات شوي بتتعب، بس انت لما تحرك الدوره الدمويه ما بتكون في خمول، بالعكس انت بتكون منشكح على الحياه. طبعا هلا الساعه انا عندي 8 الصبح، 8 و8 دقائق من انت امتى بتسمع البرنامج انت بغض النظر، بس انا اقول لك الساعه 8 و8 دقائق، انا الي صاحي اكثر من 4 ساعات، فأنا الدنيا هلأ تكنيكلي صارت عندي الظهر، فأنا صاحي وشارب القهوة وعامل سيشنز ومدرب، وهيني بدي أروح على التمرين وأتمرن قبل ما تصير الساعة 12، أنا بكون خلصت أشياء كتيرة وكنت كتير productive
أكثر من واحد صحي الساعة 8:30 راح على شغله على 10 بلش يشرب قهوته على 10:30 بين ما صبح على الناس وفتح اللابتوب وبلش يقول يا الله بده يشتغل صارت الساعة 12 أنا هيك كنت مخلص معظم نهاري على الساعة 12 شوف موضوع البرودكتيفيتي هذا كتير مهم وموضوع إنك تصحى الصبح برضو كتير مهم ولكل الناس اللي بتحكي شو كيف بنطلع على موضوع تاني كل الناس اللي بتحكي إنه ما عندي وقت للتمرين أنت بس مش مستعد تضحي في ساعة من ساعات نومك وإنك تنام بدري ساعة زيادة شوي وتصحى على البدري وتروح على الجيم أحسن وقت للتمرين وهي اللي برجع بعيد لكم إياه هو وقت الصبح طبعا ما عدا رمضان رمضان أنت بإمكانك تتمرن بعد الفطور تفطر فطور خفيف وبتروح بعديها بتتمرن يعني بتفطر أخف ما عندك وأنا اللي بفضله يعني أنا شخصيا مثلا برمضان إنك تفطر وإنت على التمرين بس طبعا إحنا متعودين عزايم ومش عزايم وهذا أنا لغيت موضوع العزايم من حياتي كله يمكن باليوم الأوف اللي ما حتمرن فيه أروح على عزومة كون عزومة أو عزومتين في كل رمضان يعني اللي ممكن أحضرهم أصلا رمضان هو عبارة عن شهر أنت لازم تشحن فيه طاقيا أنت لازم تتواصل مع ربك أكتر بدل ما أنت قاعد مقضيها تعلف ويزيد وزنك وتصير أكول المفروض تنحف في رمضان والمفروض أكلك يزبط في رمضان وأكلك يخف في رمضان مش يزيد فركز معاي إذا أنت من الناس اللي بصوموا إذا بدك تتجنب العزايم روح على وقت الفطور لما يأذن أنت كون بالجيم تفطر لك مثلا على حبتين تمر ثلاث حبات تمر مع فنجان قهوة تعطيها تمرين وبتروح بعديها بتاكل هيك حتكون انت اوريدي تمرنت اكلت اكل خفيف بعديها بدك تروح تصلي التراويح بدك تعمل اللي بدك اياه اصلا الجيم بيمتلي بعد الفطور بساعتين لانه الناس بتفطر بتستنى لما معدتها تهضم وبعدين بتروح تمرن فهيك انت بتكون تمرنت في مكان فاضي انا شخصيا بني ادم بحب السبيس وبحب المساحة صراحة وبحب انه الجيم يكون فاضي لما انا عمالي بتمرن ما بحب يكون في ناس كتير فعشان هيك وقت الفطور بكون الجيم فاضي ما في ولا حدا الأجانب اللي بيجوا على البدري هذول بيجوا بتمرنوا الصبح أو بيجوا قبل الفطور الناس اللي بتصوم تيجي بعد الفطور بساعتين ثلاثة أنا شخصيا بتمرن على وقت الفطور ما بيكون في حدا بالجيم أكم من واحد بس قبل الفطور دايركت في ناس بتحب تتمرن وهي صايمة أنا بشرب مينيموم لترين مي مع تمريني فأنا هذا الموضوع مثلا ما بزبط معي شخصيا لأنه أنا ما بحب أوصل مرحلة الديهايدريشن ويصير معي وجع راس طبعا حكيت أنا على الديهايدريشن قبل هيك بس إذا أنت واحد بيصير معاه أوجاع صداع خلال التمرين اعرف أنه أنت ممكن يكون معاك ديهايدريشن أنت ممكن يكون معاك جفاف فعشان هيك أنا بتمرن على وقت الفطور أنت ممكنك تمرن على وقت الفطور أي يوم غير رمضان جرب تمرين الصبح والله إلا تدعيلي أول يومين ثلاثة صعبين بس بعدين إذا تعودت راح تلاقي حالك خلال النهار كتير productive أنت أكتر لأن تحركت عندك الدورة الدموية تحرك مخك كل إشي اشتغل بتخلص تمرين بتضلك نازل على شغلك راح تلاقي أول ساعتين ثلاثة هدول أنت أنجزت فيهم قد ما بتنجز بالنهار كامل بس دائما 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 يكون عندك خطة خطة لتمرينك خطة للأيام اللي بتتمرن فيها وخطة لأنه تروح على الدوام بعديها شو بدك تعمل في شغلك اعرف كيف تخطط رح تنجح في كل مراحل حياتك وأولهم جسمك وإذا أنت عندك انضباط بجسمك رح يصير عندك انضباط بكل شغلك وإذا أنت عرفت توصل فعليا لجسم محترم وشكلك حلو وشكلك ممتاز الناس رح تعرف أنك أنت ديسبلين ورح تعرف أنك أنت بني آدم لما يحط هدف بوصل له معناها انت في شغلك لما تحط هدف بوصل لك وانا مرة قدمت على انترفيو وفعليا رحت واخدت الشغل كان الشغل ايامها بالسيلز اخدت الشغل لانه الرجال شافني عبارة عن بني ادم رياضي اللي كان بيعمل معي الانترفيو كان رياضي قال لي انت رياضي بتروح على الجيم كم مرة بتروح على الجيم معظم الانترفيو كانت حكي على التمرين وعلى الجيم ما كانتش لها علاقة بالسيلز وأخذتها بنفس اللحظة طلعت من الانترفيو
وانا ماخذ ورحت مقدم على فكره رايح بالسي في بايدي، وكان انه اروح اقدم اونلاين، بس قلت له انا ما بدي اقدم اونلاين، بدي اقدم بايدي عشان انا عارف الاونلاين هذا راح يروح هيك فكاكه على الفاضي. فقال لي جاهز انترفيو تدخل هلا؟ قلت له بدخل هلا، ودخلت على الانترفيو وعلى السريع بلش يحكي، بقول لي ما بدك يعني تحمي؟ قلت له ايش بحمي، انا جاي اعمل بوش ابس ولا شو، لا ايش احمي، ادخل على الانترفيو دايركت. وقعدنا نسولف وبلش، وكل الحكي كان عن التمرين، ثلاث ارباعه يعني، مش كل الحكي، ثلاث ارباعه يعني 25% كان عن السيلز وعن التكنيك والقصص هاي، 75% كان عن التمرين، وهذا هو اصلا اساس السيلز، انك انت تعرف تحكي عن، تعرف كيف تكسر الحاجز بينك وبين اللي قدامك. انا كسرت الحاجز بيني وبين اللي قدامي بالضبط على كلمتين في التمرين. فلما يكون عندك انضباط، هو عارف وشايف انه انت راح توصل للهدف اللي بدك اياه، وراح فعليا توصل للهدف اللي بدك اياه. وبالنهايه ما وصلتش للهدف اللي بدي اياه، لانه كانوا يحطوا تارجت كتير عالي، فانا ما كنتش عارف ابيع. طبعا بحط الحق عليهم، بس كان الحق علي انا، ما كنتش بدي اتطور بهاي الشركه، وما كانش عاجبني الشغل فيها، ولكنه كان شغل مبدئي. لانه بنرجع لحلقه اللي انا كنت كاتب فيها في الفيديو اللي راح يغير حياتك، اللي هو موضوع القيم، لانه القيم تبعتي انا اني انا اكون في حريه تامه، ولما صرت في الحريه التامه ابدعت. هيك بديش اطول عليكم كتير، دائما بقول بديش اطول عليكم كتير، طلعت الحلقه اطول من اللي قبليها، ولكن مش مشكله. اللي سمعني للاخر بشكرك من جميع، من اعماق اعماق صمصوم 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 قلبي من جوا 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 جوا. وبقول لك استناني في حلقات تانية، واللي عنده سؤال يسألني. بتمنى لكم يوم سعيد وجميل ورائع وباهر ومليء بالنجاحات والفتوحات وكل اشي بتتمنوه في حياتكم. وبقول لكم بالنهاية، يلا باي.